خالد بيه مرتجي، مبروك يا خالد بيه، ببارك لك وببارك لكل جمهور النادي الاهلي. الحقيقه زي ما بنقول مناخ طيب، قدر يوفقه مجلس الاداره، كل الامور اتعملت، ربنا كافئ اللعيبه وكافئكم. حابب تقول يا خالد بيه؟ ربنا كريم الحمد لله. مبروك لكل شعب مصر، مبروك للاهلاويه، مبروك للجمهور العظيم اللي بيساندنا في المر قبل الحلوه، مبروك لمجلس الاداره، مبروك لاعضاء النادي الاهلي المحترمين، مبروك لشعب مصر كله. يعني لما النادي الاهلي دايما هو بيبقى صاحب البسمه وهو اللي يعني بيفرح شعب مصر، دي بالنسبه لنا وسام كبير على صدرنا. والحمد لله يعني ده جهد لعيبه محترمه، جهاز فني على اعلى مستوى، جهاز اداري، جهاز طبي، يعني اعضاء النادي، الجماهير الاساسي في كل الكلام ده، كل تتويج النادي الاهلي بيتوجه الاساس فيه بعد ربنا سبحانه وتعالى هو جمهور الاهلي العظيم. وان شاء الله دايما دايما نفرح شعب مصر. مجلس الاداره بروح الفانيله الحمراء تحمل كثيرا، لكن ربنا كافئ وكافئ المجلس الاداره وكافئ لعيبه النادي الاهلي في بطولتين في وقت قليل جدا. كيف ترى هذا الامر داخل البيت؟ والله ده فعلا زي ما انت بتقول، يعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا، لان احنا مجلس الاداره ده من ساعه ما جه لغايه دلوقتي يعني تحديات كثيره وضغوطات كثيره، لكن ربنا سبحانه وتعالى كرمنا، لان احنا كان هدفنا واحد، ان احنا نعمل اللي وعدنا بيه. يعني مجلس الاداره بالقائمه الكابتن محمود الخطيب حطينا بلان، حطينا خطه، حطينا برنامج انتخابي، الحمد لله حققنا منه اكتر من 95%، وده يعني ان دل على شيء يدل ان احنا اولاد النادي الاهلي لسه مخلصين، اولاد النادي الاهلي دايما بيبصوا لمصلحه النادي الاهلي. زي ما قلنا الاهلي فوق الجميع، الاهلي فوق جميع ابنائه. الناس دايما كلها عندها انكار ذات، عندها بتشتغل حبا في هذا النادي، حبا في جمهور النادي اللي هو برضو ارجع اقول هو من يملك هذه الانتصارات، وهو النادي الاهلي ملك لجمهور النادي الاهلي. شكرا.